لو قال قائل أم فرقد لما ارتدت وفعل بها أبو بكر ما فعل، يجاب عن هذا من أن هذه لا تصح ولا يصح إسنادها. سلمنا بأن تلك الآثار صحيحة، فقد قال ابن قدامة كما في المغني وذكر ذلك غيره، قال وبعد هذه الآثار لم يرى خلاف بين العلماء في تحريم هذا الفعل، ونقل الإجماع غير ابن قدامة رحمه الله.